بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي، آنساتي، سادتي، مشاهدي تلفزيون جمهورية مصر العربية في كل مكان، محبي ومتابعي كرة القدم أينما كنتم، السلام عليكم. الفريق مصطفى طلعت وأحمد عبد الستار حمص والثنائي الهجومي، نشوف هنا كرة محمد أشرف لانطلاقة، أتمنى التوفيق. نشوف مرة تانية كرة محمد أشرف اللي انطلق بيها وعدى جزئية قائمة في منطقة الجزاء. أحمد فوزي يلعب كرة عرضية، ضربة رأس، ولكن هنا سهلة عند أحمد مسرم. أدي الإعادة مرة تانية، كرة العرضية لكن سهلة من أحمد فوزي لهاني العجيزي لأحمد مسعود حارس المرمى. مريم عبد الخالق توصل لحمص، أمامية جوه المنطقة، منطقة الخطورة، وأحمد مسعود يطلع على طول، خطيرة جدا الكرة، انقذرة من أحمد شكري طبعا بدون قصد وبدون من مباراة اليوم، مباراة المصري وسموحة. شوف الكرة مرة تانية، تقدم حضراتكم أحمد شكري واصطدام مع الحارس أحمد مسعود المنتقل من نادي مصر المقاصد. متأثر حتى تتفرج على الكورة من أجل الكورة، الحاجات دي. أدي محمد أشرف يلعب بينية، تحضرت الكورة توصل لمحمد عادل جمعة، تصوبة لكنها ضعيفة. مهدي، إبراهيم عبد الخالق، شوف أيمن أشرف، هو ده التريك اللي بيلعبوا عليها، صوب ولكن في إيد محمد عواد، قليلة جدا. لكن مرة تانية اللي قعدها قدام حضراتكم، اختار التصويب أيمن أشرف، عملها في مباراة الزمالك للصعود أو دورة الحصول على البطولة. شوف هنا محمد بينية عند أيمن أشرف اللي هرب من الرقابة ويعمل كرة عرض. مركز التحرك ومركز الإبداع الفني اللي موجود فيه لمصطفى طلعت، عدى حلوة قوي لهاني العجيزي، أول بطاقة صفراء في المباراة. ضربة ركنية لنادي سموحة، خلاص الدقيقة الأخيرة، كارت الأصفر الوحيدة تشكيلة سموحة. في واحد عنده واجبات هجومية اللي هو محمد عادل جمعة، لا الحالة دي بتحتم علي ظهير أيسر وبالفعل صفارة نهاية شوط المباراة الأول، تعادل سلبي بدون أهداف لكم.